أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم السلة في أسبوع. حلقتنا اليوم راح تكون حلقة خاصة عن بطولة كرة السلة للصغار الأولى اللي نظمها تلفزيون الكويت، برنامج السلة في أسبوع بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة السلة. هذا طبعا الأسبوع الخامس بالنسبة للبطولة، وأيضا الفرق كلها متواجدة كل يمعة. البطولة كل يمعة من الساعة 4 إلى الساعة 7، اللاعبين يجون يلعبون مباريات وأيضا في مسابقات. خلونا نشوف المباريات والمسابقات خلال هذا البرنامج. أيضا من خلال بطولة كرة السلة للصغار اللي نظمها تلفزيون الكويت، برنامج السلة في أسبوع، كان لنا لقاء مع الكابتن محمد عبد الحميد مدرب نادي الصليبخات عشان يعطينا انطباعه عن هذه البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول احنا بنشكر حضرتك جدا على المجهود اللي احنا عاملينه، بدأنا السنة دي فيه، ويمكن أول سنة نادي الصليبخات احنا بنشترك، أول سنة في تحت 11 سنة، والموضوع ده أكيد ساعدنا كتير في إن احنا بنقدر نجمع فيه أولاد وبينشط الاولاد في الحضور بشكل جيد في اثناء التمرينات، بحيث ان احنا ببدايه التمرين من اول الاسبوع احنا عندنا مباراه يوم الجمعه عايزين نجهز لها، عايزين نادي فيها، عايزين حضور كتير في التمرين، عايزين نادي كويس عشان نظهر بشكل كويس قدام باقي الفرق الثانيه ومستوى العام. فما فيش شك يعني ان هو الموضوع بالنسبه لنا جاب دور ايجابي لينا يعني. ايضا معنا مدرب نادي الجرين الكابتن صبري شلبي علشان ايضا يعطينا فكره عن هذه البطوله وايضا انطباعه عن هذه البطوله. اهلا بك يا كابتن علي، مشكور ويعطيكم الف عافيه. طبعا البطوله جميله جدا بالنسبه للولاد كلهم، بتحمسهم وهتخليهم ان شاء الله بعد 13 سنه هيبقوا احسن واحسن يا كابتن علي. وبعدين ما شاء الله كلهم لعيبه كويسين، في مهارات كويسه، في امور كويسه، تمام، وخير ان شاء الله، دي هتبقى جميله. وبعدين هي اهم حاجه ان هم بيكتسبوا اللياقه بتاعه المباريات وبيكتسبوا البطولات كلها، وان شاء الله خير باذن الله. وجميله جميله، لان انا استفدت منها بصراحه. وايضا من خلال بطوله كره السله للصغار اللي نظمها تلفزيون الكويت، برنامج السله في اسبوع بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكره السله، كان لنا لقاء مع مدرب نادي النصر الكابتن يوسف يعقوب علشان يعطينا انطباعه عن هذه البطوله. كابتن يوسف، اول شيء السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. للامانه هذه بطوله يعني ناجحه جدا يا كابتن، وهذه المفروض البطوله من زمان تكون تقييم هالبطوله هذه علشان تطور مستوى اللاعبين، وبالعكس هذه البطوله شجعت لاعبين ما كانوا ودهم يجوا كرة السلة، وجم لما شافوا اخوانهم وشافوا ربعهم بالتلفزيون تشجعوا. يعني حتى انا عندي لاعبين بالنادي واجد مو قادر اسجلهم بكثر ان اللاعب قام يشوف رفيجه، يشوف اخوه، تشجع. وهذه البطولة ناجحة جدا، واسال الله ربنا ان شاء الله لنا التوفيق للجميع، وبارك الله فيك. وايضا من خلال البطولة معانا مدرب النادي العربي الكابتن محمد يوسف ايضا عشان يعطينا انطباعه والاستفادة من هذه البطولة. والله الحمد لله الرحمن الرحيم. الاستفادة كانت من البطولة دي كانت قوية جدا، لان احنا كنا بنلعب دايما مهرجان او اثنين او ثلاثة في السنة. ده ما كانش بيبين مهارات الولد والشغل اللي احنا بنشتغله للولد طول الموسم، من مهارات، من اساسيات. بالنسبة للمباريات ديت خلتنا ان احنا نطلع نعمل شغل اكتر، يعني نعمل شغل، نبين شغلنا، نبين المهارات بتاعت الولد، نبين الاولاد المميزين ازاي يجروا في الملعب، ازاي يطلعوا للسلالم، ازاي يعملوا دريبل، ازاي يعملوا المهارات الاساسيه للباسكت بول. والتنافسيه كانت اظهرت بينهم من بعض ان الولد عايز يثبت نفسه في الملعب وعايز يثبت نفسه ان هو احسن لاعب. فالحمد لله احنا استفدنا كتير من البطوله ديت، والعربي بالذات استفاد كتير من البطوله ديت. الحمد لله احنا عندنا خامات كويسه، وخاماتنا استفادت من البطوله، من ان هي احتكت بفرق ثانيه وبانديه ثانيه، وشفنا احنا كمان كمدربين شفنا لو في عندنا عجز بنشوف العجز دوت فين وبنحسنه، وشفنا الميزات اللي في الانديه الثانيه بدانا نشتغل زيها الحمد لله رب العالمين، وبدانا نطور من نفسنا. والحمد لله يعني كانت استفاده كويسه، والحمد لله يا كابتن علي. بسم الله الرحمن الرحيم. علي الشطي حييكم من صالة بهبهاني بالنادي العربي لأنقل لكم مباراة نادي
الساحل مع الاصطلبيخات في دوري تحت 10 سنوات في البطولة الأولى اللي نظمها تلفزيون الكويت برنامج السلة في أسبوع بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة السلة. الكرة مع فريق نادي الساحل، عمار عبد الله يحاول يسجل تضيع، كرة مع فريق نادي الاصطلبيخات، محمد ناجي مر لسعود وكرة مقطوعة وهجمة للساحل وعلى السلة في فاول على لاعب نادي الاصطلبيخات الرقم 4، فاول والكرة لمصلحة نادي الساحل تحت سلة الاصطلبيخات، مرر الى دعيج مساعد، دعيج يحاول يسجل ياخذها مره ثانيه تحت السله اللبيدي تضيع، كره مره ثانيه مع فريق نادي الساحل، خالد العجمي، العجمي ويحط له نقطتين، شوف حلوه خالد العجمي واول نقطتين لفريق نادي الساحل عن طريق اللاعب خالد العجمي، سجل نقطتين للساحل. الكره مع فريق نادي الاصطلبيخات مع الكرة، يوسف القلاف يحاول يمر القلاف وفي فاول على لاعب نادي الساحل، فاول على لاعب الساحل، كرة مع فريق نادي الاصطلبيخات يحاول يمرر، محمد ناجي يمرر ياخذها هجمة يوسف القلاف مع الكرة يحاول يسجل، القلاف تضيع وياخذها مرة ثانية لاعب نادي الساحل، خالد العجمي اللي هو اللاعب عبد اللطيف وكرة مقطوعة الاصطلبيخات تحت السلة في فاول لمصلحة نادي فاول على 13 يوسف عبد السلام فاول ورميتين للاصطلبيخات عن طريق اللاعب رقم 8 يوسف القلاف ورميتين للاصطلبيخات. لحد الان الساحل متقدمه 2-0 والكره لمصلحه نادي الاصطلبيخات رميتين. برنامج السله في اسبوع تلفزيون الكويت هو اللي ينظم هذه البطوله بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكره السله، والرميه الاولى للاصطلبيخات تضيع من اللاعب يوسف القلاف، راح يرمي الرميه الثانيه يوسف القلاف، الرميات الحره مهمه يا يوسف، الرميه الثانيه وتضيع ياخذها مره ثانيه اللاعب خالد العجمي مع الكره، خالد يحاول يمر العجمي تمريره هجمه للساحل وعلى السله يحاول يسجل، تطلع الكره اوت لمصلحه الاصطلبيخات. كره يوسف مع الكرة حاول يمر لاعب نادي الاصطلبيخات يوسف القلاف يمرر هجمة عبد العزيز نايف، كرة مقطوعة على السلة الساحل، الله تضيع من عبد الرحمن اللبيدي، والكرة مرة ثانية عبد العزيز نايف هجمة للساحل، الساحل مع الكرة وهجمة ويحاول يمر وعلى السلة الساحل، الله تضيع يكملها وتضيع الكرة الثانية، كرات سهلة قاعد تضيع من فريق نادي الساحل، والكرة مرة ثانية يحاول الله يحط له نقطتين، شوف عبد الله عبد اللطيف يحط له نقطتين، والكرة مرة ثانية الساحل يحاول يسجل، الساحل تحت السلة تضيع، الساحل مصر انه يسجل، الكرة شوف لاعبين الساحل هم الأطول من لاعبين الاصطلبيخات وتحت السلة ويحط له نقطتين، عبد الرحمن اللببيدي يحط له أيضا نقطتين لفريق نادي الساحل، والكرة يحاول يحط له ثلاثية، الله ومرة ثانية الساحل يحاول يسجل على السلة وتضيع من عبد الله عبد اللطيف، وكرة ياخذها فريق الاصطلبيخات وهجمة الاصطلبيخات، يا سلام عليك يحاول يسجل على السلة تضيع مرة ثانية والكرة تطلع أوت لمصلحة نادي الساحل، أوت للساحل تمريرة سريعة أوت، يمرر دعيج
الى خالد العجمي، كره مقطوعه مره ثانيه، صلابيخات يوسف القلاف، القلاف يلا يا القلاف يحاول يسجل، القلاف يحاول مره ثانيه، بندر خليفه، بندر الى القلاف يحاول يسجل مره ثانيه، تضيع ياخذها فريق نادي الساحل. الكره هجمه مع دعيج، دعيج معاه الكره، دعيج مساعد، دعيج كره ياخذها فريق الصلابيخات مره ثانيه، يحاول تطلع الكره اوت، تطلع الكره اوت لمصلحه نادي الساحل، اوت للساحل. دعيج مع الكره، دعيج مساعد يمرر الى عبد الرحمن العبيدي ويحط له نقطتين حلوه. شوف دعيج، دعيج مساعد، دعيج مساعد يحط له نقطتين لفريق نادي الساحل، والكره مره ثانيه مع فريق نادي الساحل. خالد العجمي كره مقطوعه، خالد وليد، خالد على السله، تضيع من خالد ياخذها مره ثانيه خالد العجمي، العجمي يحاول يمر، العجمي معاه الكره وكره مقطوعه مره ثانيه، تمريره حلوه لكن طويله، طويله تمريره طويله، حلوه حلوه ما عليه، حلوه لعبه حلوه، لعبه حلوه من فريق نادي الصلابيخات. كره مره ثانيه مع لاعب الصلابيخات خالد وليد، خالد وليد يمرر الى يوسف القلاف، القلاف يحاول يمر، يوسف القلاف لاعب نشط حقيقه، لاعب نادي الصلابيخات، وتطلع والكره في مخالفه المشي، الكره لمصلحه نادي الساحل. الساحل مع الكره حاول يمر، لاعب نادي الساحل فاول على لاعب نادي الصلابيخات. كرة مع عبد الرحمن العبيدي، تمريرة حلوة إلى دعيج، دعيج ويحط له نقطتين، دعيج مساعد يحط له نقطتين لفريق نادي الساحل، والكرة أيضا مع الساحل، الكرة مع الساحل، تطلع الكرة أوت لمصلحة نادي الصلابيخات، أوت للصلابيخات. كرة مع فريق نادي الصلابيخات، حاول يمرر صلابيخات، كرة مقطوعة وهجمة لفريق الساحل على على السلة، عبد الله عبد اللطيف، تضيع من عبد الله، ياخذها دعيج، دعيج الله، دعيج يا دعيج، دعيج مساعد يحط له أيضا نقطتين، يحط له نقطتين، دعيج مساعد نقطتين للساحل، ست نقاط مسجل لحد الآن، دعيج مساعد لفريق نادي الساحل، وتحت السلة إلا فيديو في فاول لمصلحة نادي الساحل، فاول كرة ساحل تحت السلة، تضيع من عبد الرحمن العبيدي، دعيج الله، يا سلام عليك يا دعيج، يا سلام عليك يا دعيج مساعد، دعيج مساعد ايضا يحط له نقطتين. كرة مع الصلابيخات وهجمة وفي دفاع ضاغط شو من فريق نادي الساحل على الصلابيخات، وهجمه للساحل يحاول يمر وفي فاول لمصلحه نادي الساحل، فاول للساحل تحت سله الصلابيخات. شوف لاعبين نادي الساحل اطول من لاعبين نادي الصلابيخات وقاعد يمررون، شوف الكره فوق مره ثانيه، دعيج على السله، دعيج ويحط له نقطتين، حلوه يا دعيج، يا سلام عليك يا دعيج مساعد، دعيج مساعد، هذا شوف هذا دعيج يحاول يمر ويمر على السله، دعيج تضيع يكملها مره ثانيه ويحط له نقطتين. اللببيدي عبد الرحمن اللببيدي يحط له نقطتين ايضا لفريق نادي الصلابيخات، والساحل مع الكره يحاول يسجل ويحط له نقطه، ويحط له نقطتين. شوف اللاعب خالد العجمي يحط له نقطتين، والكره مع الصلابيخات مره ثانيه، ويحاول الكره بعد ما شفنا مباراه الساحل مع الصلابيخات واللي فاز فيها فريق نادي الساحل على الصلابيخات، لكن حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب نادي الصلابيخات يوسف القلاف. يوسف نقول لك مبروك حصولك على جائزة وكاس أفضل لاعب، شو تحب تقول بعد حصولك على أفضل لاعب في المباراة؟ ما أدري.
ما تدري ايش تقول. انزين كم سنه صار لك يوسف بالنادي؟ أربعة أشهر. انزين المدرب شو يقول لكم بالتمرين؟ يضغط علينا. شنو يعطيكم بالتمرين؟ سلالم والباصات؟ مو حافظهم. انت مو حافظهم؟ انزين شلون شفت لعبه السله؟ زين. زين زين، من اللي شجعك؟ من اللي جابك قال لك تعال العب كره سله؟ الكابتن. اي كابتن؟ محمد. كابتن محمد هو اللي جابك من المدرسه؟ ايه. زين تلعب بالمدرسه بعد ولا بس بالنادي؟ اول بالمدرسه مرات. زين وين احسن، المدرسه ولا النادي؟ النادي. النادي احسن. انزين شو تحب تقول حق الكابتن محمد؟ مشكور. قول له مشكور. ايضا زين شو تقول حق لاعبين نادي الصلابخات؟ مشكورين. شد حيلك ان شاء الله نشوفكم في المباراه النهائيه ان شاء الله. ايضا من خلال بطوله كره السله للصغار معنا الكابتن محمود الجندي مدرب نادي الجهره. كابتن محمود يا ريت تعطينا فكره وايضا انطباعك عن هذه البطوله. طبعا كابتن علي مشكور في الاول، لازم نشكر وزاره الاعلام والتلفزيون دوله الكويت على تنظيم البطوله، وبنشكر طبعا النادي العربي كمان على استضافه البطوله وتنظيم مهرجان زي ده جميل جدا. وطبعا بالنسبه لاول مره طبعا احنا نعمل مهرجان لبطوله البراعم تحت 8 و10 سنين، فتنظيم مشكور طبعا الناس اللي عملته جهد كويس. نادي الجهره شنو الاستفاده من هذه البطوله؟ طبعا كابتن علي حرك عارف ان المرحله السنيه بالنسبه ل 8 و10 سنين ما لهمش مشاركه او بطولات، فطبعا من خلال البطوله زي ديت بنقدر نكشف المواهب الكويسه عندنا في اللاعبين، نهتم باللاعبين الكويسين، ننمي المهارات بتاعتهم، وفي نفس الوقت بنحاول نكسر ملل التمرين من خلال المشاركه في البطولات. شو تحب تقول حق الانديه اللي مشاركه في هذه البطوله؟ يعطيهم الف عافيه طبعا في الاول وفي الاخر، ومجهود واضح جدا من كل المدربين بالنسبه للعب في البطوله زي دي. وطبعا حضرتك عارف ان المراحل السنيه زي دي بتبقى صعبه شويه، ان انت لسه ازاي بتعمل لاعب، بتعلمه ازاي المهارات الاساسيه، الباص والدريبل والتصويب على السله، التصويب السلمي، كل الكلام ده كله. فطبعا مشكورين جدا طبعا كل المدربين ويعطيهم الف عافيه. ايضا من خلال البطوله معنا مدرب نادي كاظمه الكابتن عبد الله بلال. كابتن عبد الله انطباعك عن هذه البطوله ورايك في هذه البطوله. والله بالحقيقه ابو محمد ما قصرت على هالمجهود الطيب بوزاره الاعلام والقناه الثالثه الرياضيه. صراحه تجمع الاولاد كلهم موجودين هنا مستانسين متعارفين مع بعض، نظام وايد حلو يعني، النظام وايد حلو. كابتن عبد الله نادي كاظمه شنو استفاد من هذه البطوله؟ والله نادي كاظمه استفاد من التجمع الرياضي الحلو اللي السن تحت 10 سنوات. بسم الله الرحمن الرحيم. علي الشاطي يحييكم من صاله بهبهاني بالنادي العربي لأنقل لكم مباراة نادي القرين مع اليرموك ضمن بطولة كرة السلة للصغار اللي نظم البطولة تلفزيون الكويت برنامج السلة في أسبوع بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة السلة. بداية المباراة والكرة مع فريق نادي اليرموك. مع الكرة خالد مشاري يمرر، كرة مقطوعة مرة ثانية لقرين، هجمة تطلع الكرة أوت لمصلحة اليرموك، اوت لمصلحة نادي اليرموك. اليرموك يحاول يمرر الكرة، فريق نادي اليرموك. جاسم تميرة ياخذها لاعب نادي القرين عمرو أيمن. كرة لمصلحة نادي اليرموك، كرة اليرموك مع الكرة. محمد حاول يمر، تطلع الكرة أوت. كرة لمصلحة نادي اليرموك تحت السلة، ياخذها لاعب القرين عمرو أيمن، هجمة لفريق القرين. محمد فوزي ياخذها مرة ثانية لاعب نادي اليرموك، هجمة خالد مشاري
خالد مشاري مع الكرة، حاول على السلة تضيع مرة ثانية وتطلع الكرة أوت، تطلع الكرة أوت لمصلحة نادي. كرة مع القرين، هجمة ياخذها مرة ثانية لاعب نادي اليرموك، تطلع الكرة أوت 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 لمصلحة نادي القرين. هجمة تمريرة حلوة على السلة، حاول يسجل تضيع من محمد فوزي، ياخذها مرة ثانية لاعب نادي اليرموك، وفي فاول 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 لمصلحة نادي اليرموك. كرة لمصلحة نادي اليرموك، يمرر خالد مشاري، يمرر هجمة لليرموك، هجمة على السلة، يحاول يحط له نقطتين، الله شوف يحط له نقطتين لاعب اليرموك جاسم الحشاش، حلوة يا الحشاش، جاسم الحشاش يحط له نقطتين لفريق نادي اليرموك في بداية المباراة. والكرة مرة ثانية القرين على السلة، يحاول يسجل تضيع ياخذها مرة ثانية فريق لاعب نادي اليرموك، واليرموك حسن محمد مع الكرة، حسن تطلع الكرة اوت اوت لمصلحة نادي اليرموك، اوت لليرموك، اوت لمصلحة كرة لمصلحة نادي اليرموك، اوت لليرموك. عمر يمرر، حاول ياخذها حسن محمد مع الكرة، تمريرة تطلع الكرة اوت، تطلع الكرة اوت اوت لمصلحة نادي القرين. عمرو ايمن القرين، تمريرة حلوة وعلى السلة، يحاول يمر وتضيع من محمد فوزي مرة ثانية، ياخذها يحاول يسجل علي اسكان، كرة مع لاعب نادي اليرموك، ومن اللي ياخذها في كرة مشتركة، كرة مشتركة لاعبين اثنين، لاعب نادي اليرموك ولاعب نادي القرين، وكل واحد يحاول انه ياخذ الكرة، الكرة لمصلحة نادي اليرموك، يمرر حاول تمريرة حلوة علي الأحوال، علي الأحوال مرة ثانية تضيع ياخذها، وكرة أيضا مشتركة. شوف من لاعبين نادي اليرموك ولاعبين نادي أيضا القرين، هذه للمرة الثانية تكون كرة مشتركة، وكل لاعب هو اللي يحاول أنه ياخذ الكرة، والكرة لمصلحة فريق القرين. حسن أو كرة لفريق نادي القرين، كرة لمصلحة نادي اليرموك، خالد مشاري يمرر مرة ثانية، يحاول يسجل جاسم الحشاش، كرة مع علي اسكان، علي اسكان يحاول يمرر، علي اسكان تمريرة وكرة مقطوعة، حسن محمد ويحط له نقطتين، حسن محمد يحط له أيضا نقطتين لفريق نادي اليرموك، والكرة مرة ثانية اليرموك، عمر عبد الوهاب يحط له نقطتين، حلوة يا عمر عبد الوهاب أيضا نقطتين لفريق نادي اليرموك. كرة مع جاسم الحشاش، الحشاش مع الكرة يحاول يمر، الحشاش صفر، كرة لمصلحة القرين، كرة لمصلحة نادي القرين، القرين أنس محمد مرر، كرة ياخذها مرة ثانية حسن محمد صفر،
الكرة لمصلحة نادي القرين. كرة مشتركة. كرة لمصلحة القرين. حاول ياخذها منه لاعب اليرموك. هجمة، شوف كرة مقطوعة مرة ثانية. القرين أربع لاعبين من القرين وهجمة على السلة وفي فاول. حلوة، شوف محمد فوزي، محمد فوزي حاول يحط له نقطتين لكن في فاول ورميتين، رميتين لمصلحة نادي القرين عن طريق اللاعب محمد فوزي. محمد فوزي رميتين، محمد فوزي كرة فاول لمصلحة نادي، لمصلحة نادي القرين. محمد فوزي، يلا يا محمد، الرميات الحرة مهمة يا محمد. محمد فوزي، محمد يا سلام عليك، يا سلام عليك يا محمد فوزي. حلوة يا محمد، يسجل الرمية الأولى، راح يرمي الرمية الثانية. محمد فوزي الرمية الثانية ياخذها مرة ثانية لاعب نادي اليرموك خالد مشاري. خالد مشاري مع الكرة، خالد يمرر إلى حسن محمد. حسن محمد كرة مقطوعة، ياخذها مرة ثانية عمرو أيمن. كرة مقطوعة وهجمة لليرموك وعلى السلة الحشاش، الحشاش تضيع ومرة ثانية وتطلع الكرة أو تطلع الكرة أو بداية الشوط الثاني والكرة مع فريق نادي القرين. يمرر إلى مصعب أحمد. مصعب وفي فاول، مصعب فاول. كرة لمصلحة نادي القرين. مصعب مع الكرة يمرر إلى القرين، تطلع الكرة أوت أوت. اليرموك مع الكرة حاول يمر لاعب نادي اليرموك عمر، عمر عبد الوهاب مع الكرة حاول ياخذها عادل فيصل السعيد، يمرر إلى مصعب، مصعب تطلع الكرة أوت، تطلع الكرة أوت 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 لليرموك. عشرة حشاش يمرر إلى أسامة أيوب، أسامة يمرر مرة ثانية تطلع الكرة أوت، تطلع الكرة أوت. عمر عبد الوهاب تمريرة سريعة، حاول مصعب، مصعب مصعب وفي رانينج، في رانينج في مخالفة المشي، مخالفة المشي على مصعب أحمد. اليرموك مع الكرة حاول عمر عبد الوهاب يمرر مرة ثانية الكرة مع لاعب. شفنا مباراة اليرموك مع القرين وكانت أقوى مباراة خلال هذا الأسبوع، وقدر فريق اليرموك أنه يفوز على القرين 8-7 وحصل على جائزة أفضل لاعب في هذه المباراة لاعب نادي اليرموك محمد، محمد علي. نقول لك مبروك يا محمد حصولك على جائزة أفضل لاعب في المباراة، شو تحب تقول محمد؟ الله يبارك فيك وإن شاء الله إن شاء الله فزنا عليهم وإن شاء الله نعوضها مرة ثانية. زين محمد صار لك كم سنة بالنادي؟ سنتين ونص. سنتين ونص، من يدربك أي كابتن؟ كابتن محمد. كابتن محمد شو يقول لكم بالتمرين؟ شنو يعطيكم؟ يدربنا على اللياب والشوتينج يعني بس تمرينه زين. تمرينه زين؟ انزين أنت الحين لعبت سلة، من اللي شجعك؟ من اللي قال لك روح العب كرة سلة؟ والله أنا أول كنت ألعب قدم بعدين رحت سلة ويا أخوي يعني. زين شنو شفت الحين السلة ولا القدم أحسن؟ لا السلة أحسن. السلة أحسن، زين نقول لك أيضاً مبروك حصولك على جائزة أفضل لاعب خلال هذه المباراة، وأيضاً لاعبين اليرموك شو تقولون حق رفيجكم؟ مبروك. يلا صفقوا له، يلا دينا هني كلنا مع بعض. واحد اثنين ثلاث يرموك. بالنادي العربي
لأنقل لكم مباراة العربي والنصر في دوري كرة السلة للصغار اللي نظم هذه البطولة تلفزيون الكويت برنامج السلة في أسبوع بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة السلة. مباراة العربي مع النصر مثل ما احنا شايفين يمثل فريق النادي العربي عبد الوهاب نواف وعبد الله خريبط وعلي الصراف وحسن عبد الناصر وبدر عصام وحمد الصايغ وعلي يحيى فواز وائل وعلي حسين دشتي ويوسف عصام وعمرو احمد وحمد عبد الجليل. مدرب الفريق محمد يوسف. يمثل فريق نادي النصر بدر مناحي، عبد الله منصور الجلوي، فيصل فلاح المويزري، محمد محمود، ناصر منصور المطيري وعبد العزيز الدويش وفيصل فهد الدويش وسعد عمر وعلي مالك وخالد حمد وسلطان عبد الرحمن الدويش ومشعل السويدان ومدرب الفريق يوسف يعقوب. كرة لمصلحة نادي النصر، ياخذها لاعب العربي، هجمة للعربي، شوف عبد الله خريبط، خريبط يمرر على السلة يحاول تضيع مرة ثانية، الكرة مع فريق نادي النصر، النصر مع الكرة، يمرر كرة مقطوعة، العربي علي حسين دشتي مع الكرة حاول ياخذها في كرة مشتركة، كرة مشتركة، كابتن عبد الله بلال هو اللي قاعد يحكم المباراة مدرب نادي كاظمة. كرة مع فواز وائل، فواز يمرر إلى عبد الله خريبط، عبد الله خريبط يمرر مرة ثانية حاول يحط له نقطتين، شوف لاعب العربي علي دشتي ياخذها مرة ثانية، بدر عصام تطلع الكرة مرة ثانية، الكرة مع العربي، حمد الصايق يحاول يسجل، تضيع إلى بدر عصام تحت السلة يحاول يسجل، دشتي ياخذها مرة ثانية، لاعب العربي، العربي مصر انه يحط له نقطتين وتضيع مرة ثانية، دشتي تضيع كرات تشوف تحت السلة، لاعبين النادي العربي لاعبين أطول من لاعبين نادي النصر، وكرة مقطوعة، عبد الله خريبط مع الكرة، عبد الله خريبط يحط له نقطتين، عبد الله خريبط يحط له نقطتين للعربي، والكرة مع النصر، فريق نادي النصر، كرة يمرر، فريق نادي النصر، كرة لاعب نادي النصر، كرة لمصلحة العربي، العربي ياخذها لاعب نادي النصر، هجمة مرة ثانية، أوت أوت لمصلحة العربي، كرة لمصلحة فريق العربي، يمرر حمد الصايق، يمرر مرة ثانية، العربي يحاول يسجل، كرة ياخذها لاعب نادي النصر، يمرر مرة ثانية، العربي، العربي تضيع من خريبط ياخذها مرة ثانية، اللاعب عبد العزيز الدويش، الدويش مع الكرة، عبد العزيز الدويش، كرة اوت، كرة العربي يحاول يحط له نقطتين وتضيع، دشتي مع الكرة مرة ثانية، كرة ضايعة والكرة مع فريق نادي النصر، والعربي ضاغط على فريق النصر، والنصر هجمة للنصر، يلا يروح يمر، شوف لاعب النصر عبد الله منصور جلوي يمرر، والكرة مرة ثانية، العربي علي حسين دشتي، علي دشتي يمرر، وفي مخالفة الزون، مخالفة ارجاع الكرة، ارجاع الكرة من المنطقة الأمامية إلى المنطقة الخلفية، كرة للعربي، حاول لاعب العربي تمريرة إلى عصام، هجمة العربي على السلة، العربي الله تضيع، ياخذها مرة ثانية، حمد الصايغ، حمد الصايغ يمرر إلى عبد الله خريبط، خريبط تضيع وتطلع الكرة أوت لمصلحة فريق نادي النصر، أوت للنصر، يمرر مع الكرة أوت، أوت أوت لمصلحة النصر، أوت للنصر، تغيير العربي، نزل عبد الوهاب نواف،
كرة مع النصر، هجمة عبد الله منصور، اجلوي اجلوي، الله، فاول 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 ورميتين، فاول ورميتين لمصلحة النصر، فاول فاول ورميتين عن طريق اللاعب عبد الله منصور اجلوي، عبد الله منصور اجلوي ورميتين، رميتين عبد الله منصور اجلوي، يلا يا عبد الله، رميتين، الرمية الأولى عبد الله منصور جلوي، تضيع الرمية الأولى، راح يرمي الرمية الثانية، الرمية الثانية عبد الله منصور جلوي، والرمية الثانية عبد الله تضيع، ياخذها مرة ثانية لاعب نادي النصر، تطلع الكرة أوت أوت أوت، كرة مع العربي، يمرر إلى علي حسين دشتي، دشتي علي حسين دشتي مع الكرة، يمرر تطلع الكرة أوت أوت أوت، كرة لمصلحة العربي، أوت للعربي، طبعا بطولة كرة السلة للصغار، هذه البطولة الأولى اللي نظمها التلفزيون الكويت برنامج السلة في أسبوع بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة السلة، والكرة مرة ثانية يحاول ياخذها لاعب العربي، كرة مقطوعة، النصر مع الكرة، عبد العزيز الدويش مع الكرة، عزيز ياخذها منه، شوف بدر عصام، تميرة حلوة إلى عبد الوهاب نواف، كرة مقطوعة يقطعها منه، شوف لاعب نادي النصر، لاعب طويل خالد حمد، كرة لمصلحة العربي، الكرة لمصلحة النادي العربي، كرة لمصلحة العربي، لاعب نادي العربي، كرة للعربي تحت سلة النصر، يمرر تحت السلة، تضيع وتطلع الكرة أوت 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 لمصلحة العربي، النصر، شوف دفاع ضاغط من العربي على النصر، كرة ياخذها لاعب العربي، تضيع مرة ثانية لاعب النصر، خالد حمد معاه الكرة يحاول يمر، شوف اللاعب خالد حمد، خالد حمد يحاول يمرر معاه الكرة، يمرر إلى بندر مناحي، بندر يمرر مرة ثانية، كرة مشتركة، كرة مشتركة بين لاعب النصر ولاعب العربي، كرة مشتركة، كرة لمصلحة العربي، وكرة مقطوعة، هجمة للعربي، العربي، الله يحط له نقطتين، شوف عبد الله خريبط، عبد الله خريبط يحط له أيضا نقطتين، أربع نقاط مسجل خريبط لحد الآن للعربي، والكرة مع العربي، يمرر إلى عبد الله نواف، عبد الله نواف إلى دشتي، دشتي يحاول يسجل علي دشتي، ياخذها مرة ثانية، تضيع علي دشتي ويحط له نقطتين، شوف لاعب العربي علي دشتي، علي دشتي، علي حسين دشتي يحط له نقطتين أيضا للعربي، والكرة مع النصر، هجمة عبد الله منصور اجلوي، يمرر كرة مقطوعة مرة ثانية للعربي، يمرر النصر، هجمة مرة ثانية، كرات شوف من الفريقين قاعد تضيع، والكرة مع العربي، عبد الوهاب نواف يمرر، هجمة للعربي، الله، شوف بدر عصام، بدر عصام يحط له نقطتين للعربي، بدر عصام نقطتين للعربي، وتطلع ايضا الكرة لمصلحة العربي، الكرة للعربي تحت السلة، يحاول يسجل، تضيع، حاول ياخذها مرة ثانية، دشتي صفر الحكم، كرة لمصلحة، كرة لمصلحة النصر، كرة لمصلحة النصر، دفاع ضاغط من العربي، تمريرة حلوة إلى عبد الله منصور جلوي، تطلع الكرة أوت، الكرة لمصلحة النصر في بداية الشوط الثاني من المباراة، والكرة مع علي مالك، والكرة ياخذها لاعب العربي، يوسف عصام، يوسف عصام حاول يمر،
تطلع الكرة أوت، تطلع الكرة أوت، أوت، أوت. كرة مع العربي تحت السلة ويحط له نقطتين حلوة. شوف عمر أحمد، عمر أحمد، عمر أحمد يحط له نقطتين للعربي، عمر أحمد نقطتين، عمر أحمد نقطتين للعربي. كرة لمصلحة داش الصراف، الصراف مرة ثانية يمرر على السلة. يا سلام عليك، يا سلام عليك، حلوة. شوف يوسف عصام، يوسف عصام يحط له ايضا نقطتين للعربي. يوسف عصام كرة مرة ثانية مع النصر، يحاول يمر ويمر لاعب نادي النصر، حاول يمرر على السلة، ياخذها عمرو، عمرو مع الكرة، عمرو يمرر الى يوسف عصام، يوسف عصام، يوسف عصام، الله تضيع، تضيع كرة سهلة من يوسف عصام، تضيع كرة سهلة من يوسف عصام. كرة مرة ثانية مع فريق نادي النصر، يحاول علي مالك، حاول اللاعب العربي ياخذها من علي مالك، حاول يسجل، عمرو مع الكرة، عمرو مع الكرة، عمرو إلى يوسف عصام، يوسف، يوسف، يا الله شوف كرات سهلة قاعد تضيع من يوسف عصام، كرات سهلة من يوسف عصام لاعب العربي حقيقة من اللاعبين المتميزين يوسف عصام لاعب العربي، لكن كرات قاعد تضيع منه بسهولة تحت سلة النصر. كرة مع عمرو يمرر على السلة، يحاول يسجل، تضيع، ياخذها مرة ثانية لاعب العربي، عمرو مع الكرة على السلة، عمرو تضيع. كرة مع لاعب نادي النصر محمد محمود، محمد، محمد مع الكرة، حاول يمرر إلى علي مالك، علي مالك، النصر، كرة مقطوعة، العربي، هجمة للعربي على السلة، الله تضيع، تضيع كرة سهلة من فريق العربي. والكرة مرة ثانية مع النصر، اللاعب مشعل سويدان، مشعل سويدان يمرر إلى علي مالك، علي مالك، علي يحاول يسجل، علي مالك تضيع، ياخذها عمرو، عمرو مع الكرة، عمرو، عمرو يمرر إلى يوسف عصام، يوسف عصام، يوسف يحاول يحط له ثلاثية ما يسجلها، ياخذها مرة ثانية لاعب العربي. كرة مع العربي، حاول يمرر، يوسف عصام، يوسف يحط له نقطتين، يوسف عصام يحط له أيضا نقطتين للعربي. والكرة مع النصر، يحاول يمر، وكرة مشتركة ولاعب النصر ياخذها سعد عمر، يمرر مرة ثانية إلى علي مالك، علي مالك تمريره يحاول إلى مشعل سويدان، مشعل يمرر، ياخذها لاعب العربي، مش اللي هو اللاعب رقم 15 حمد عبد الجليل، حمد عبد الجليل تمريرة حلوة إلى عمرو ويحط له نقطتين، عمر أحمد، عمرو أحمد يحط له أيضا نقطتين للعربي. كرة مع الصراف، علي الصراف يمرر إلى يوسف، يوسف عصام مصر يحط له ثلاثية، اللاعب يوسف عصام لكن مو قادر يحط له ثلاثية علشان يصير هداف الرميات الثلاثية. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا يوسف عصام، يا سلام عليك يا يوسف عصام، يحط له نقطتين، يحط له نقطتين في وقت مستقطع، في وقت مستقطع لفريق نادي النصر. نادي النصر، كرة للنصر، العربي هو اللي متقدم لحد الآن. كرة مرة ثانية، يوسف عصام مع الكرة، يوسف، يوسف يمر، يوسف عصام، تضيع من يوسف، ياخذها محمد محمود، محمد محمود مرة ثانية، حمد عبد الجليل، حمد عبد الجليل، تطلع الكرة أوت. بعد ما شفنا مباراة النصر مع العربي واللي فاز فيها العربي على النصر، لكن حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب نادي النصر فيصل المويزري. مبروك يا فيصل، حصولك على جائزة أفضل لاعب في المباراة. فيصل كم سنة صار لك بالنادي؟ شهرين. صار لك شهرين، شلون شفت لعبة السلة؟
حلوة وجيدة وممتازة. من اللي شجعك؟ من اللي قال لك روح العب سلة؟ الوالدة والوالد. الوالدة والوالد شجعوك؟ أكيد يشجعون نادي النصر؟ إيه. زين، شو يقولون لك في البيت؟ يقولون لي العب زين وركز وش اسمه وخلك من أفضل اللاعبين بعد. فيصل تلعب المدرسة بعد سلة؟ لا بالمدرسة ما يلعبون مش. بس بالنادي. المدرب شو يعطيكم بالتمرين؟ يعطينا السلالم والديفنز و وتمارين واجدة يعني. أنت تقولون حق ربعكم بالمدرسة أو بالفريج تعالوا لعبوا كرة سلة؟ إيه نقول بس ما يبغى. زين أنت تشوف البرنامج مال السلة في أسبوع؟ إيه نشوف. تشوفون نفسكم بالتلفزيون؟ شو تحب تقول الحين حق ربعك بعد ما أخذت أنت أفضل لاعب؟ أقول لهم شو اسمه اشتركوا في كرة السلة وصيروا من أفضل لاعبين. يلا مبروك على حصولك على جائزة أفضل لاعب في المباراة. يلا النصر زين هني كلنا هني 1 2 3 نصر. وأيضا حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة العربي مع النصر لاعب النادي العربي علي يحيى. علي يقول لك مبروك حصولك على جائزة أفضل لاعب في المباراة. شو تحب تقول؟ قول حق ربي إنه مشكور إنهم ساعدوني. علي إيش كثر صار لك بالنادي؟ 4 سنين. 4 سنوات. شلون شفت لعبة السلة؟ زينة. زين من اللي شجعك؟ من اللي قال لك العب سله؟ انا كنت اشوف بالتلفزيون اكتب مايكل جوردن بعدين حبيت بعدين لعبت. زين المدرب كابتن محمد شنو يقول لكم بالتمرين؟ يعطينا شوت سلم شي. زين احنا ايضا بعد نقول لك مبروك حصولك على جائزه افضل لاعب في المباراه. وانا ايضا طبعا في اخر لقاء اللي كان في المباراه بين العربي مع النصر، هذه كانت اخر فقره في برنامج السلة في أسبوع. اليوم كانت حلقة خاصة عن دوري كرة السلة للصغار اللي نظم هذه البطولة. تلفزيون الكويت برنامج السلة في أسبوع بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة السلة. برنامج السلة في أسبوع كل يوم أحد الساعة 3. نشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية ومع السلامة.